فاز معهد الإدارة العامة بيبا للمرة الرابعة على التوالي بجائزة التميز في التواصل مع العملاء ضمن النظام الوطني لمقترحات وشكاوى تواصل مما يؤكد حرص المعهد على مواصلة العمل على النهج الحكومي الاستشرافي لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الرامي إلى جعل تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين أولوية أساسية عبر رفع سرعتها وجودتها وكفاءتها وجعلها خدمات مبتكره تواكب متطلبات المرحله الحاليه وتحاكي طموحات المرحله المستقبليه ورفع كفاءه الاداء المؤسسي للقطاع الحكومي بما يعمل على تحقيق الاستدامه في مختلف القطاعات ويرفع القدره التنافسيه للاقتصاد الوطني